تمام كده فتحنا كيدنس ودي السيركت بتاعتنا. فاحنا الديزاين بارامترز بتاعتنا اللي هي الدبليو اوفر اير ايشيو واللي هي ايه الاي 1 اللي عندنا. فنفتح الترانزستور ده ونقول ان انا عندي الجيت فينجر ويث هو عباره عن الار اللي هي الدبليو اوفر اير ايشيو في ال، فتديني الدبليو تاني يعني. وعندنا هنا الجيت لينك، الجيت لينك هنسميه مثلا ال، وعندي حاجه بقى اسمها الفينجر نمبر والمالتيبلاير. هو في الحقيقه حوار الفينجر نمبر والمالتيبلاير ده هو فعلا هيأثر في في اوتبوت بيك، بس يعني احنا ممكن ايه يعني هما ممكن نقول ان هما ديزاين بارامترز، بس هما الفكره ان هو كده هيكون في متغيرات كتير قوي، فمش هنقدر مثلا نسويب عليهم هما كمان، الموضوع هيكون صعب جدا. فاحنا نعمل ايه، احنا مثلا هنثبت الفينجر نمبر والمالتيبلاير رقم معين ونسويب على ال I1 اللي هو الريفرنس كارنت بتاعنا، اوكي، وال W over R ratio اللي احنا هنسميها ال R لكل finger لمثلا finger number و multiplier انا ثبته، فده اللي احنا هنعمله. فخلاص سمينا ال variables بتاعتنا، وبرضه نسمي ده مثلا ايه DC current، ده I1 او IRF مش فارقة، اوكي. وهنعمل دلوقتي ايه ال DXL بتاعنا، create new view مثلا نسمي دي task 3 ننظر ده، وهنعمل التست بتاعنا. وهنعمل انا اد اناليسيس، الاناليسيس بتاعنا هيكون ترانزيت اناليسيس. ليه ترانزيت اناليسيس؟ لان انا عايز اشوف ال في اوتبوت ويف فورم هتكون عامله ازاي، وهل البيك فاليو بتاعنا حققناه ولا لا. فهنقول ترانزيت اناليسيس ستوب تايم بتاعنا هيكون مثلا 1 بيريود. 1 بيريود نقدر نحسبها طبعا من فريكونسي بسهوله، اللي هي 1 اوفر فريكونسي، فتطلع لنا 20 نانو سكند، اللي هي 20 نانو بس كده، اوكي. طيب دي اول حاجه. تاني حاجه ديزاين فاريبلز. ديزاين فاريبلز هنلود هنكوبي فروم السيل فيو بتاعنا. هو ليه ما عملش؟ شايف الحقيقة هو ليه عشان عملنا copy to مش copy from. اوكي كده هنحط ال A بتاعتنا، هنقول ان ال A بتاعتنا هي بواحد اللي هي ال amplitude، وال IRF دي اللي انا هسويب عليها ماشي نسيبها دلوقتي. ال L اختارها اي حاجة، انا في ال transistor ده ال minimum L 340 نانو وال maximum 700، فمثلا تعال نسويب على ال minimum، يعني نختار ال minimum هي ال length بتاعنا. وال R وال IRF هسويب عليهم هما الاتنين في نفس الوقت. فأقول مثلا ايه ال I reference اتفقنا ان احنا هنسويب عليها بداية من 10، فهنختار هنا add specification from 2 from 10 ملي، دي اقل حاجة لان اقل من كده هيحصل clipping وده مش عايزينه، لمثلا 30 ملي. ونقول ان total steps هنقول مثلا linear، ونخلي ال step size 5، اوكي، ونقول اوكي. بعد كده عندنا هنا ال R، ال R دي ده اللي هي ال W over A ratio، يبقى from 2 بتاعنا linear from مثلا ايه نجرب مثلا من 5 ل 12 مثلا، خلي ال step size 2، اوكي، هنخلي مثلا دي 6 ماشي، وال step size 2 ايه، ونشوف كده ايه اللي هيحصل، اوكي. فهنرن دلوقتي كده، بس قبل ما نرن احنا عايزين نأد على الكالكوليتر بتاعتنا، نأد شوية حاجات كده. نأد أول حاجة السيجنال بتاعتنا اللي هي الـ V output، أوكي، ونسند تو كالكوليتر، أوكي. ومثلا عايزين نأد إكسبريشن كمان، نأد إكسبريشن اللي هو الـ Y maximum. ليه هنجيب الـ Y maximum؟ عشان نشوف هل الـ V output peak اتحقق ولا لأ، أوكي. طيب عشان ما نطولش الفيديو انا هأدت كل الحاجات اللي احنا محتاجينها، بعد كده ايه نرجع تاني. طيب احنا عملنا ايه هنا؟ احنا عملنا اد للاوتبوت سيت اب بتاعنا، يعني حطينا الاوتبوتس اللي احنا عايزينها. فالفي اوتبوت في اوتبوت بيك، الايرور اللي هو اللي بيديني الفي اوتبوت لينياريتي، اوكي، البرسنتج بتاعتنا، اوكي. وعندنا هنا اللي هي الافيشنسي ماشي، وهنتكلم ازاي نحسب الافيشنسي دي. وبس يعني دي شوية حاجات تانية ممكن في برضو في مطلوب ان هو عايز يشوف الكرنت اللي ماشي في الديفايس عامل ازاي، فممكن برضو ايه نبلوتو.
اوكي. وبعد فدلوقتي بعد ما ضفنا الحاجات في الاوتبوت سيت اب بتاعتي اللي احنا عايزينها، تمام، هعمل ايه؟ هعمل دلوقتي هعمل run. اوكي، فوقت لما اعمل run هستنى بقى في الريزلتس، عندي كل اي قصادها ايه ال W over A ratio، واشوف ال results اللي عندي. فمثلا هنا عند ال I ب 10 وال R ب 6 تلاقي في output peak بحوالي 300 مللي، طبعا ده اقل بكتير بس ال error كويس، ال error تلاقي 1.601. فانا كده ايه، حققت ال linearity بس ما حققتش ايه ال V output peak المطلوبة. فنيجي كده لكل واحدة، فمثلا نيجي عند current اعلى شوية، لحد اللي هو لسه لسه بيحمل. اوكي، فنيجي مثلا عند ال R، عند ال I ب 20 وال R ب 12، تلاقي ال V output peak، تلاقي في output peak كويسة. اوكي، مش كويسة اقصد، يعني حوالي 450 مللي، دي اقل بكتير بس ال error اقل من 1%، وده طبعا ممتاز. في حاجة كمان عايزين نلاحظها، ماشي، ان for same I اللي هي ال 10 مللي، كل ما ال W over L بتزيد ال error عندك بيزيد، وده اللي احنا كنا متوقعينه، صح؟ مش احنا كنا متوقعين في المعادلات ان لو رجعنا تاني، يعني لو رجعنا تاني من المعادلات، ان ال ان فور سيم اي، لو انا الكي عندي زادت اللي هو الايرور هيزيد، علشان الترم اللي هو دلتا جي ام ده هيزيد. بس انا بس ان الايكويشنز دي مش ايكويشنز حرفية، بس هي ايكويشنز بس بتديني انديكيشن عام ايه اللي بيحصل، لكن مش شرط انها تكون equations دقيقة. اوكي، فنرجع تاني هنا. فطيب، فهنا دلوقتي من الواضح ان الريشوز دي صغيرة جدا، فمحتاج اكبر الريشيو شوية. فمثلا بدل من 6 ل 12، لا اقرب من 12 ل 24. في حاجة بس مهمة لازم تاخد بالك منها وانت بتعمل البارامتريك سويب ده، ان الار هي مش ممتده لما لا نهايه، هي ليميت. ايه الليميت بتاعها؟ انك انت فور ال اللي انت اخترتها اللي كانت في مثالنا اللي هي 340 نانو، هيكون في ماكسيمم ويث. اوكي، فالماكسيمم ويث بتاع الترانزستور بتاعنا هو 12 مايكرو متر. اوكي، فانت لازم تميك شور ان الريشيو اللي انت اخترتها دي لما تتضرب في ال ما تعديش عن ال ما تد ما تعديش عن الماكسيمم ويث اللي عندك. فنجرب تاني بارامتريك سويب مثلا من 12 ل 24 ونشوف. كده اعتقد 24 مش ريشو، مش هتعدي الماكسيمم ويث يعني. فهنا طبعا نلاحظ ان احنا لما علينا الار هنا الايرور كبر. اوكي، يعني هنا ار ب 14، ايرور كبر ب 10، طبعا ده مش حاجة كويسة، احنا عايزين يكون اقل من 5. فنيجي ننزل نلاقي ان كل ما نزود الكرنت فور ذا سيم ار. اوكي، يعني مثلا هنا عندي في ال فليكن هنا عندي الكرنت هو لسه بيحمل للاسف، فنستنى شوية. طبعا احنا بنسويب حوالي 42 نقطة، فده هياخد وقت اكيد يعني. فليكن مثلا انا عندي هنا ال I reference ب 18، هنا ال R ب 16، تلاقي الرقم ده. لو احنا قارنا، لو قارنا عند ال R ب 16 اللي هي W over A ratio يعني، بس عند مثلا ال I ref ب 10، يعني احنا ثبتنا ال R وغيرنا ال I ref، هنلاقي ان ال error قل بكتير عن لما ال I ref ب 18. اوكي، فهنا مثلا هتلاقي احسن ناتج طلع لنا هو لما ال I ref ب 20 مللي وال ار ب 24. طب دلوقتي المفروض اعمل ايه؟ ممكن مثلا في السويب تاني ازود الكرنت او ازود الريشيو. اوكي، يعني اقعد اعدل في الاي ريف والار في الرينجز بتاعتهم لحد ايه ما تظبط لي. في مره هتلاقي ان الفي اوت بيك عدى 650 والايرور بقى الحاجه اللي احنا عايزينها. اوكي، في حاجه بس عايزه كمان اوضحها، ان احنا ازاي نحسب الافيشنسي والايرور. قلنا الايرور اللي هو هيكون الواي ماكسيمم زائد الواي مينيمم بتاع الفي اوتبوت ده على الواي ماكسيمم، ماشي. طيب، بالنسبه للافيشنسي ازاي احسبها؟ الافيشنسي بكل بساطه، لو احنا رجعنا للسكيماتيك تاني، هنقول هي التوتال باور اللي انا يعني الباور بتاع الاوتبوت باور على التوتال باور
اللي انا صرفته في السيركت دي. فهقول والله التوتال باور كونسيومد هي هتكون ايه. انا عندي ما عنديش غير الترانزستور ده والريزيستنس دي هي اللي هتكونسيوم باور. طبعا السي دي دي ستورنج اليمنت فمش هتكونسيوم اي حاجه. فاقول والله لو انا جبت الكرنت اللي ماشي في في الترانزستور ده ورحت ضربته في الفي دي اس بتاعه، يعني الكرنت اللي هو الاي دي في الفي دي اس، ورحت عملت افريجنج للكلام ده، هيديني ايه الافريج باور الكونسيومد في الترانزستور ده. وبنفس المنطق هنا لو انا جبت الفولتج اللي هو الفي اوتبوت ده ورحت ضربته في الكرنت اللي ماشي في الريزيستنس دي وعملت افريجنج، هيجيب لي الايه الكونسيومد باور في الريزيستنس. واروح جايب بقى الكونسيومد باور ريزيستنس دي على الكونسيومد على التوتال باور اللي هو بتاع الترانزستور زائد برضو الريزيستنس، يبقى كده ايه جبت إيه الافيشنسي. ممكن هنا ايه توضح شوية في في المعادلات يعني. هنا في استخدمت حاجة اسمها بي ترانزستور، اوكي عايز اعرف فعملت ايه هنا. ده طبعا الريزلت براوزر بنجيب الحاجات دي، بيجيب اللي هو الاي دي ماشي، يعني من ريزلت براوزر نخش على ال نخش على اللي هو في حاجة هتبقى اسمها ترن اللي هي يعني ناتج عن ترانزينت، يعني نجيب الاي دي ونجيب الفي دي اس ونحضر بينهم في بعض ونعمل افرجنج للكلام ده، يبقى يعني جبنا البي ترانز وبرده البي ار ال نفس الفكره من الريزلت براوزر اقدر اجيب الكلام ده واعمل افرجنج. والافيشنسي هتكون البي ار ال على بي ار ال زائد البي ترانزينت مضروب في الترانزستور دي مش ترانزينت مضروبه في ال 100، وخلاص على كده جبت الافيشنسي. وبس هفضل اجرب كده الاي ار اف وال وار سويبنج فاليوز مختلفه لحد ما تظبط عندي في واحده وتكون الواحده دي اللي حققت السبيكس اللي انا عايزها. بس كده شكرا.